أكيد أغلبكم سمع بمصطلح يتكرر كثيراً في السنوات الأخيرة، وهو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، اللي بلشت تتداخل في أغلب المجالات المستقبلية، في مجالات ثورة المستقبل وصناعة المستقبل. هاي الثورة اللي يعتبر من أهم سماتها على الإطلاق ما يسمى بالديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي، التحول من جيل التقني اللي تعودنا عليه خلال السنوات الأخيرة إلى الجيل أكثر ذكاءً وأكثر تواصلاً وأكثر تفاعلاً من خلال الترابط والتداخل والتفاعل ما بين كل المكونات اللي موجودة في المحيط اللي حوالينا، وأيضاً تفاعلها مع البشر. كل شيء حولنا في المستقبل القريب ضمن نطاق ثورة الصناعية الرابعة سيكون تحت ما يسمى مظلة الـ IoT Internet of Things. Everything's connected to everything. في المنتدى الاقتصادي العالمي اللي حمل نفس المسمى، مسمى الثورة الصناعية الرابعة، وكتاب كلاوس شواب اللي حمل أيضاً نفس المسمى واللي أشار فيه بعمق وبوضوح، لا يحتمل إطلاقاً أي تفاعل خارج نطاق مكونات الثورة الصناعية الرابعة، ألا وهو النقطة المركزية والأهم على الإطلاق، هو وجود الذكاء الاصطناعي كمكون رئيسي من مكونات تقنيات المستقبل. خلينا نأخذ مثال ونتدرج فيه خطوة بخطوة حتى نفهم إيش اللي قاعد بيحصل في المستقبل القريب أو البعيد عنا. في البداية ممكن نأخذ أبل سيري أو جوجل أسيستنت أو أليكسا اللي بنتفاعل معه وكأنه عقل بشري بيفهم ويدرك إيش الكلام اللي إحنا بنحكيه، حتى لو كان كلام صوتي محكي، ولكنه استطاع بعقل اصطناعي إنه يفهم هذا الكلام ويحوله لمادة مفهومة ويتخذ قرارات ويتفاعل أيضا مع الخارج، وفي النهاية بيستطيع إنه يرد عليك بمادة صوتية مسموعة وكأنه فعلا إنسان بيتفاعل معك بدرجة عالية جدا من الذكاء وبدرجة عالية جدا من الدقة. ولكن كيف لو تطورت الأمور شوي إلى الأمام وطلعنا لساعة ذكية مرتبطة بجسمك قادر على أنها تقرأ أغلب تفاعلات جسمك الحيوية، وفي حالة توقع هاي الساعة الذكية لحدوث خلل في صحتك أن تتواصل مع أقرب مستشفى إلك، وبتحاول هاي المستشفى بشكل أوتوماتيكي أن تحجز لك موعد أو تبعث لك أمبالانس إلى البيت بشكل ذاتي بدون أدنى تدخل منك. ولكن كيف لو تطور الأمر بشكل أكبر إلى ما يسمى بالبيوت الذكية السمارت هومز، اللي ممكن إنها تتنبأ باقترابك من المكان تاع البيت، وبتحاول من خلال سنسورز خارجية بتقيس درجة حرارة الخارج وسنسورز داخلية بتقيس درجة حرارة الداخل إنها تحضر لك الكونديشنز بأفضل درجة حرارة ممكن إنها تتوافق مع احتياجك الشخصي، أو إنها ممكن تشغل لك سخان المي أو تحضر لك ماكينة القهوة. ولكن كيف لو تطور الأمر إنه تفاعل هذا البيت الذكي مع الداخل ومع الخارج من خلال مثال لثلاجة ذكية موجود فيها سنسورز أو كاميرا قادرة أنها تعمل ديتكشن على عدد حبات البيض اللي موجودة جوا الثلاجة، وبتعرف وتتنبأ بأنه عدد حبات البيض اللي موجود ما راح يكفيك حتى نهاية الأسبوع، فتقوم بإصدار أوردر بتبعته لأقرب متجر موجود بالنسبة للبيت، بيقوم هذا المتجر بإعداد الأوردر وتوصيله لبيتك وخصم قيمة هذا الأوردر من حسابك البنكي بشكل ذاتي بدون أدنى تدخل منك. ولكن كيف لو تطورت الأمور وكان هذا المتجر بيحتوي أيضاً على تقنيات ذكية مثل روبوت حتى نستغني فيه عن الإنسان، قادر على استقبال هذا الأوردر اللي بيطلع من ثلاجتك الموجودة في البيت ويقوم بانتقاء القطع اللي موجودة في رفوف هذا المتجر ويعمل إلها باكيجينج ويسلمها لدرونز، تقوم هاي الدرونز بتوصيل هذا الأوردر لبيتك ويتم خصم القيمة النهائية من حسابك البنكي بدون أدنى تدخل أيضاً من البشر في جميع مراحل التسلسل اللي تحدثنا عنه في هذا المثال. ثم تتطور الأمور للخروج من أبل سيري أو السمارت فونز والخروج من نطاق البيوت الذكية وصولاً إلى المصانع الذكية اللي كل جزء موجود في هذا المصنع بيحتوي على سنسور قادر على أنه يقرأ أدق التفاصيل اللي موجودة فيها ويتنبأ باحتياج هاي الأجزاء اللي موجودة في خطوط الإنتاج وحاجتها إلى صيانة أو ما يسمى بالبريدكتيف مينتيننس مودلز اللي تتنبأ باحتياج هذا الجزء من المصنع إلى الصيانة قبل حدوث الكارثة. ولكن ماذا لو تطور الأمر أكثر في مكونات الثورة الصناعية المستقبلية وتفاعل هذا المصنع مع العميل الخارجي للدخول في مسمى جديد ما يسمى بالفاليو تشين، ليكون العميل أو الإنسان جزء من عملية التصنيع بحيث سيصنع في المستقبل عبارة عن منتجات كل منتج منها خاص في كل إنسان بشكل مستقل ومنعزل عن غيره من الناس. مثال، لو احتجت أنا لقطعة أثاث أو لقطعة لباس بإمكاني أني أبعث أوردر للمصنع ليقوم المصنع بإصدار كم هائل جدا من الاحتمالات الذكية
اللي بتتوافق مع احتياجاتي. ولكن ماذا لو قام هذا المصنع بالتفاعل معي بشكل أكثر احترافية وبعت لي الأشياء اللي ظهرت بطريقة فيرتشوال لموبايلي، واستطعت من خلال موبايلي إني أشوف باستخدام الفيرتشوال رياليتي أو الأوغمنتد رياليتي الواقع المعزز، إني أشوف تناسق وتفاعل هذا الشكل للمنتج اللي أنا طلبته مع البيئة المحيطة فيه، حتى أتأكد بأنه فعلاً هو المنتج الذي أريده بالضبط قبل أن أعطي الأوردر النهائي للمصنع أن يقوم بإنتاج هذه القطعة. ولكن إلى ماذا يسعى العالم كمستوى أعظم من هذا بكثير من ناحية التطور التقني في الثورة الصناعية الرابعة؟ إلى ما يسمى بمظلة السمارت سيتيز. السمارت سيتيز اللي بتتفاعل فيها كل مكونات البنية التحتية اللي موجودة في الدولة، مع كل ما تم ذكره قبل قليل من مصانع وبيوت ذكية وسمارت فونز وسيارات ذاتية القيادة، وتتفاعل مع الأشخاص ومع الأشياء، حتى البنية التحتية يكون فيها سنسورز لكل جزء، سواء كان في شبكة المياه أو في شبكة الكهرباء أو في شبكة الصرف الصحي، بحيث تتفاعل كل هذه الأشياء مع بعضها البعض وكأنها عقول بشرية ذكية قادرة على أن تفهم لغتها المشتركة وتتواصل بطريقة غاية في الدقة وغاية في الذكاء. ولكن هذا الحجم الهائل جدا من المدخلات الصوتية أو المرئية أو النصية بحاجة إلى عقل جديد وإمكانات جديدة قادر على أن يستوعب هذه المادة ويتفاعل معها وكأنه عقل بشري، وهذا هو بالضبط الذكاء الاصطناعي اللي بتداخل مع كل مكونات ثورة المستقبل. بداية تفاعل الإنسان مع ذكاء الآلة كان من خلال الآلة الحاسبة اللي تفوقت على قدرات العقل البشري من ناحية إجراء العمليات الحسابية، ثم تطور الأمر إلى ذاكرة الكمبيوتر القادرة بقدرات تتفوق على قدرات عقلك على أن تحفظ كم هائل جدا من البيانات وتسترجعها في سرعة أسرع من قدرتك على استرجاع تلك البيانات، بالإضافة إلى دقة الوصول إلى البيانات بالشكل الصحيح، وهذا الأمر يتفوق على قدرات الإنسان. ولكن ماذا لو حاولنا دمج القدرات الإدراكية اللي بتميز فيها العقل البشري ودمجناها داخل هاي الآلة؟ ما الذي سيخرج لنا؟ بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي وتفاعل الإنسان معها من أول تجربة ثورية حصلت في تسعينيات القرن الماضي، لما فاز نظام IBM دي ببلو على بطل العالم في لعبة الشطرنج، البطل العالم الروسي كاسباروف. فكانت ردة الفعل العظيمة من كاسباروف في لحظة معينة خلال هذه اللعبة، لما حاول كاسباروف أن يضع الطعم للنظام IBM ديب بلو، ولكن كانت المفاجأة أن النظام لم يأكل الطعم. فلو وضعت نفسك مكان كاسباروف، أول تساؤل سيخطر في بالك ستشكك في هذه الآلة وتقول بأن من قام بهذه الحركة هو ليس آلة يتحكم فيها نظام منطقي حسابي، وإنما شخص يدرك ما الذي يفعله يقف خلف هذه الآلة. ثم تطور الأمر بشكل أكثر عمقاً وأكثر تحدياً لقدرات العقل البشري في لعبة ألفا جو اللي قام بتصميمها ديب مايند. هاي اللعبة جداً معقدة وأعقد بكثير من لعبة الشطرنج، فلو نظرنا إلها بشكل سريع سنجد بأنه هاي اللعبة مكونة من 19 عمود و19 سطر، أي ما يساوي 361 موقع، وكل موقع من مواقع هاي اللعبة بيحتمل 3 احتمالات، مما يعني أن احتمالات المواقع مجموعة تساوي 300 أس 361. لم يتوقف الأمر على احتمالات المواقع، وإنما احتمالات عدد حركات الأحجار داخل هذه المواقع سيصل إلى 10 أس 768، أي ما يعادل في بعض التقديرات اللي قالوها العلماء عدد ذرات الكون مجتمعة. والأدهى والأمر من هذا كله أن هذه اللعبة لا تعتمد على المنطق الحسابي، وإنما تعتمد في أغلب حركاتها على الحدس. فكانت المفاجأة في قدرة هذا النظام المتقدم جدا على امتلاك قدرات الحدس اللي بيمتلكها العقل البشري، وتفوق على بطل العالم في هذه اللعبة وفاز عليه فيها. لو حاولنا بشكل سريع جدا إن نفهم كيف العقل البشري بيحاول يستوعب الصور اللي بيشوفها، لو نظرنا إلى وجه الإنسان، عقل الإنسان في داخله بيحاول إنه يشوف هذه الصورة، صورة الوجه، بأكثر من مستوى، ثم في النهاية يقوم بتجميع هذه المستويات مجتمعة للخروج بنتيجة نهائية. على سبيل المثال، في اللحظة الأولى أو في المستوى الأول أنا بحاول أشوف أبعاد الوجه زي ما أنتم شايفين قدامكم،
في المستوى الثاني بحاول دماغي يشوف المسافات اللي بين الأشياء. يعني ممكن أشوف المسافات اللي بين العينين، بين الحواجب، بين فروة الرأس والحواجب، ما بين الأنف والفم. مستوى ثالث ممكن يشوف أعداد الأشياء، أتأكد بأنه موجود عينين تنتين ومنخار واحد وفم واحد وأذنين تنتين. مستوى آخر ممكن يشوف الألوان، مستوى آخر ممكن يشوف العمق، مستوى آخر ممكن يشوف تفاصيل أكثر. ولكن في النهاية وفي أجزاء من الثانية يقوم الدماغ بطريقة ذكية جدا لا يمكن تفسيرها بجمع كل هذه المستويات مع بعضها حتى أستطيع بهذه السرعة المذهلة أني أدرك بأنه هذا هو وجه إنسان. هذا بالضبط ما يقوم به الذكاء الاصطناعي، أنه يحاول يفهم ميكانيكية وطريقة عمل الدماغ وكيف تتكامل هذه اللايرز، هذه المستويات مع بعضها، وصولا إلى مرحلة أنه يتمكن الآلة من الهيومن كوجنيتيف فانكشنز، القدرات الإدراكية للعقل البشري. ولكن ما الذي سيحصل لو استطعنا من تمكين الآلة من هذا الكم الهائل جدا من هذه القدرات الإدراكية للعقل البشري؟ فكيف ستتصرف الآلة كآلة ذكية؟ ولكن حتى نصل إلى هذا المستوى ستحتاج الآلة إلى مرحلة من التدريب كما احتاج الإنسان إلى سنوات من التدريب. حتى تتمكن الآلة من تشغيل نموذج حتى أن يميز صورة القط عن غيرها من الصور، أحتاج إلى تدريبه على مئات أو عشرات الآلاف من صور القطط حتى يوصل لمرحلة هذا النموذج الاصطناعي قادر على فهم الأنماط المشتركة بين صور القطط لأجل غاية واحدة فقط في النهاية، أني أستطيع من خلال تشغيل هذا الموديل أني أميز صورة القط عن الأشياء المحيطة فيها. أو أني أوصل لمستوى أعمق في تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قادر على أن تميز الأشياء عن الأشخاص، أو ممكن لأكثر عمقاً أني أميز شخصين اثنين إذا كانوا توأم بنسبة دقة أعلى بكثير من قدرة العين المجردة للإنسان على التمييز بين شخصين توأمين. ولكن ماذا لو تطور الأمر وقمنا بتشغيل نماذج اصطناعية قادرة على تتبع الشخص وهو يتحرك في محيط هو موجود فيه، وأميز هذا الشخص عن كل ما يدور حوله؟ أو ممكن تطور الأمر إلى أني من خلال نموذج اصطناعي سريع جدا قادر على أن يميز مجموعة أشخاص متحركين ضمن نطاق وحيز معين؟ أو يتطور الأمر إلى أني قادر من خلال نموذج اصطناعي واحد أني أميز الأشخاص عن الأشياء في طريقة سريعة جدا تحاكي قدرة العقل البشري؟ لا، إنما أسرع وأكثر عمقا وأقل تشتيتا، وهذا بالضبط ما يميز قدرات الذكاء الاصطناعي. ما الذي يحصل لو مكننا الآلة من قدرة السمع والبصر وفهم النصوص وتحليلها أو قدرة اتخاذ القرارات؟ سيخرج لنا ابتكارات ثورية ستغير العالم. هذه الابتكارات هي فعلا مكونات ثورة المستقبل، الثورة الصناعية الرابعة. وأكيد بعضكم سمع بابتكارات حديثة لأنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة من خلال تحليل كم كبير جدا من الصور المخبرية أنها تعمل ديتكشن لاحتمالية وجود السرطان في هذا الشخص، أو ابتكارات لأسستنت كتير اللي لاحظنا أنها عملت فعلا ثورة في حجم الخدمات المقدمة لنا زي أبل سيري أو جوجل أسستنس أو أمازون أليكسا، أو مثلا في سمارت موبايل كاميراز، الموبايلات الجديدة الحديثة جدا اللي فيها كاميرات كتير متقدمة وبتمتلك إمكانيات الذكاء الاصطناعي اللي بمجرد أني أوجه هاي الكاميرا باتجاه شيء معين أني أقوم بتصويره يستطيع النظام الذكاء الاصطناعي اللي موجود داخل هذا الموبايل أنه يعرف الشيء قبل ما يصوره، بمعنى أنه الكاميرا قادرة أنها تعرف أنه هذا صحن فواكه فبتضبط الريزوليوشن بما يتوافق مع صحن الفواكه، أو هاي الكاميرا قادرة أنها تعرف بأنه هاي سيارة فتضبط الريزوليوشن بما يتوافق مع معرفتها للشيء اللي شافته، أو حتى بالسيلف درايفنج كارز اللي العالم بيعول عليها كثيرا في المستقبل لتخفيض نسبة حوادث السير المتوقعة، أو في شيء ثوري جدا سيصيبكم بالذهول في الطبيبة النفسية الافتراضية إلي اللي بإمكانك أنك تتواصل معها، وقد تم تزويدها بشيئين رئيسيين، ولأجل ذلك تفوقت الطبيبة النفسية إلي على مجمل الأطباء النفسيين الموجودين في العالم لو استمر تطويرها على هذا النهج. أول شيء تم تزويدها بكل ما أنتجته البشرية من علم الطب النفسي والأبحاث والدراسات في هذا المجال، والشيء الثاني تم تزويدها بأغلب النماذج العقلية الإدراكية لدرجة أن الطبيبة الافتراضية إلي قادرة من خلال الكاميرات والحساسات والمايكس اللي بتنظر إلى وجه المريض اللي بيبحث عن الاستشارة النفسية إنها تعمل ديتكشن لأدق التفاصيل في وجهه وصولاً إلى توسع أو تضيق حدقة العين بشكل أكثر عمقاً
وأكثر دقة من الانتباه اللي ممكن أن يوصل إليه الطبيب النفسي بالعين المجردة. كيف ممكن أنه نحكي بأن الذكاء الاصطناعي سيصنع ثورة اصطناعية جديدة؟ ما يميز العقل البشري عن غيره من الأنظمة الاصطناعية هو ذلك البلاك بوكس الذي يصعب تفسيره. شو المقصود بهذا البلاك بوكس؟ هو القدرة على الحدس، وليس فقط القدرة على النظر أو السمع أو فهم النص أو فهم الكلام المحكي. القدرة على الحدس اللي بإمكانها أنت تستطيع أنك تعمل interconnection بين عدد ضخم جداً من النماذج الإدراكية الموجودة في عقلك للوصول إلى نتيجة لن يحتاج عقلك إلى تفسيرها، لأنه لو قام بتفسيرها ستتأخر دماغك قبل حدوث الكارثة. فتخيل أنت على وشك السقوط في حفرة، لو دماغك سيقوم بتفسير كل ما يقوم بتحليله خلال عملية الحدس أو خلال عملية الإدراك، فستسقط في الحفرة قبل حدوث ردة الفعل المطلوبة. خلونا نأخذ هذا المثال الأخير. أحمد طالع من دوامه وكان كتير معصب وصار فيه زي تاتش بينه وبين مديره، فقام أحمد بكتابة إيميل أخير بعثه إلى مديره. فقام نظام مركزي بتحليل هذا النص اللي موجود في الإيميل، وفهم من خلال تحليل النص بأنه أحمد كان زعلان ومعصب. ولما طلع أحمد لسيارته هو باتجاهه لبيته، اطلع على موبايله حتى أنه يشوف الساعة، أو إلى ساعته الذكية اللي كان فيها كاميرا، فاستطاعت هاي الكاميرا أنها تعمل ديتكشن لتفاصيل وجه أحمد لتتأكد من تعابير وجهه الأردنية أنه كثير كان معصب وزعلان. ولما كان باتجاهه لبيته أجاء اتصال هاتفي، فاستطاع المايك اللي موجود في تليفونه أنه يتأكد من خلال نبرة صوت أحمد بدقة أكثر بكثير بأنه نبرة صوت أحمد توحي فعلا بأنه زعلان ومعصب. وفي اللحظة الأخيرة قبل ما يدخل إلى بيته فتح على الفيسبوك زي ما إحنا دائماً بنعمل، بنفضفض كل مشاعرنا وأحاسيسنا هناك. فقام ذلك النظام المركزي بتحليل إيميله وصورته وصوته وأيضاً البوست اللي بيكتبها على السوشيال ميديا في نظام مركزي واحد. لأجل إيش؟ لأجل تقديم خدمة رفاهية مستقبلية قد يظن البعض بأنها خدمة ساذجة وسهلة، ولكن الموضوع أعظم من ذلك بكثير. ممكن إنه أحمد هو داخل لبيته هذا النظام المركزي قادر على أنه يشغل له موسيقى ممكن أنها تهدي من أحمد وبتروق منه، بس ممكن الموضوع يوصل لأبعد من هيك بكتير. ممكن يبعث نوتيفيكيشن بشكل أوتوماتيكي لزوجة أحمد بيقول هدي ربالك تحكيش معه اليوم، ترى الزلمة كابسة معه. وأظن بأنه هذا أعظم ما يمكن أن ينتجه الذكاء الاصطناعي. أظن بأنه الأمر بتجاوز هاي الأشياء لمستويات أعمق بكثير. فالشركات العالمية بتستثمر بالمليارات في هذا الأمر لغايات أمور أخرى ستستفيد منها من الناحية المادية، لأنه في اللحظة اللي ممكن أنا أستغل فيها مشاعر أحمد كشركة منتجة لعدد ضخم جداً من المنتجات، أستطيع أني أبعث له نوتيفيكيشن في تلك اللحظة بمنتج أنا متأكد تماماً بأنه أحمد سيشتري. أو من الممكن أني أجمع هذا الكم الهائل جداً من البيانات عن أحمد في نظام مركزي وأقارن ما بينه وما بين الأشخاص اللي موجودين حول العالم اللي بيشتركوا معه بنفس النمط وبنفس طريقة التفكير للخروج بتقنيات ثورية ستغير المستقبل وستغير العالم. كل ذلك هو ما أسميته بتفاعل الأشياء ضمن عالم إنترنت الأشياء. ولكن أين الذكاء الاصطناعي بالضبط في هذه الرحلة الطويلة؟ الذكاء الاصطناعي يتداخل في ثلاث مستويات أساسية. في المستوى الأول في طريقة فهم النصوص أو الصور أو الكلام المحكي وإدراكه وكأنه عقل بشري. في المستوى الثاني في محاولة عملية تحليل هاي البيانات وإدراكها ومعرفة الأنماط اللي موجودة فيها. وكلما زاد تدريب هذه النماذج كلما وصلنا إلى مرحلة في الاقتراب إلى نسبة دقة من 100%. والمستوى الثالث في اتخاذ القرار بالضبط زي لما سيري حكت معك وحكت لك بأنه قد تم حجز موعدك اللي أنت طلبته مع طبيبك في التاريخ الفلاني. هكذا تتفاعل الأمور مع بعضها، وهكذا سيصنع الذكاء الاصطناعي مستقبل العالم. مشكلتنا في عوالمنا هاي إن إحنا بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي مع ثورة المستقبل كمستخدمين لها ولسنا كصانعين للتقنية. أظن بأن المصادر مفتوحة المصدر وغير مفتوحة المصدر الكثيرة المتاحة الآن على الإنترنت، وأيضا بالنماذج الإدراكية المدربة مسبقا مثل القدرة على فهم الأشياء وإدراكها، مثل القدرة على تمييز الأشخاص عن الأشياء، كلها الآن موجودة على الإنترنت ومتاحة للجميع. ما عليك إلا أن تأتي بهاي النماذج الإدراكية الصناعية وتضيفها إلى أي شيء موجود حولك
لتصنع منتجات ثورية ستغير العالم وتغير المجتمع الذي نعيش فيه، لكي نكون جزء من هذه الثورة ولسنا فقط مستخدمين لها. شكرا لكم.